السلام عليكم، انتهى الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. شكرا جدا لدعمكم لمراجعة الحلقات، شكرا لكل واحد دعمني وشكرا لكل واحد انتقد. وربما الموسم الثاني انتهى ولكن مراجعتنا لسه ما انتهتش، فلو لسه ما اشتركتش في القناة انا مش عارف انت مستني ايه، يعني مستني مراجعات الموسم الثالث؟ انزل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. بعد تمهيد طويل جدا للحرب دلوقتي اصبح الكل جاهز، الكل عنده المقدرة ان هو يقدر يشن الحرب دلوقتي حالا. بعد هروبه في نهاية الحلقة الماضية انتشر الخبر ومفيش حاجة عندهم بتستخبى، خلاص بقت معروفة ان ايموند صاحب اكبر تنين خاف وهرب من المعركة. وايموند بقى عشان يرضي غروره فهو ماشي في السكة كده بيلاقي شارب بوينت قدامه فبيقرر ان هو يولع فيها بالناس اللي موجودة. ده الامر اللي بيعرف الناس كلها ان ده شخص خارج عن السيطرة، ده شخص مجنون وعنده استعداد ان هو يعمل اي حاجة في مقابل ان هو يرضي غروره. وهنا بتظهر الخطة بتاعت لارس اللي هو حاططها للملك ايجون، لان هو في اعتقاده ان ايموند اول واحد هيتضاير عشان يقتله هو اخوه ايجون علشان ياخد مكانه الحكم، فبيحط له خطة ان هما الاتنين يهربوا، هما مش وقت الحرب دلوقتي، يهربوا يسيبوا الحرب اللي موجودة تحصل، يسيبوا الناس كلها تضرب في بعضيها وبعدين يبقوا يرجعوا لما يبقى معاهم القوة ومعاهم الصحة. ايجون لما يبقى فيه صحة ان هو يجي ويقف ويطالب بالعرش بتاعه الناس هتبصله على ان هو الملك الشرعي اللي جاي بيطالب بحقه. كريستن كول بيمر بأحد لحظات السلام النفسي والصراحة مع النفس وبيطلع لنا بواحد من أفضل المشاهد الحوارية الموجودة في الحلقة. طبعا من الحاجات اللي كانت محيرة على مدار الحلقات اللي فاتت، ولاء ديمون هيكون لمين؟ هل هو هياخد الجيش اللي معاه والتنين بتاعه ويعلن نفسه ملك، ولا هو مازال عنده ولاء لرينيرا؟ وديمون بعد وصول رينيرا لهارنهال بيقرر ان هو خلاص هيعلن ولاءه ليها، ولكن من قبل كده هو بيقرر من اول لما بيشوف وبيفهم وبيعرف دوره في المعركة عامل ازاي. ديمون شاف كل حاجة تقريبا، شاف النايت كينج هو موجود، شاف دينيرس بالتنانين بتاعتها، والاهم من ده كله عرف دوره، عرف دوره ان هو مش بطل القصة، هو مجرد احد الاشخاص الجانبيين اللي موجود مش البطل. وده يودينا لحاجة من اهم الحاجات اللي كانت موجودة في الحلقة، وهي بروزة شخصية هيلينا اللي حصل. هيلينا هو من البداية من اول حلقة وانا كان نفسي ان المسلسل يتعمق فيها شوية، ولكن كنت شايف ان هو يعني مش هيقدر ان هو يتعمق لنا في الشخصية دي نظرا لان هي شخصية جانبية مش مهمة، في شخصيات تانية اهم ان المسلسل يتكلم عنها، ولكن دورها جه في الحلقة دي. وده لما بنعرف ان هي غراب ثلاثي الاعين، ان هي مش مجرد شخصية حالمة بس، لا ده عندها قدرات اقوى من كده. وطبعا احنا عارفين الغراب ثلاثي الاعين من بران ستارك اللي كان برضو غراب ثلاثي الاعين، وعارفين القدرة على ازاي انه ممكن يشوف الماضي، ممكن يتنبأ بالمستقبل وكل الكلام ده. وبتمر الاحداث واستعدادات الحرب شغالة الى ان بيجي مشهد شبيه بالمشهد النهائي اللي كان موجود في الحلقة الثالثة، ولكن المرة دي على ارقى شويه وعلى اكثر واقعيه. وده لما رينيرا بتصحى من النوم بتلاقي اليسنت موجوده قدامها، ولكن المره دي اليسنت جايه تعترف بان هي مخطئه، اليسنت بتعترف ان هي في خطر هي واولادها، مش عايزه اي حاجه غير ان هي تاخد بنتها وحفيدتها وتهرب من تسيب الدنيا كلها باللي فيها. ومش بس كده، كمان هي عندها خطه دلوقتي ان ايموند مش هيكون موجود في كينجز لاند، فممكن رينيرا تيجي بالتنانين بتوعها وتعلن نفسها حاكمه ومحدش هيكون ساعتها موجود عشان التصدى ليها. وده الامر اللي بترفضه رينيرا تماما، بتقول ان هي عشان تكون ملكه لازم تيجي تقضي على الملك، مش هينفع ان هي تيجي تستولي على الحكم وخلاص، لازم يكون في دم ولا سبيل عن تغيير ذلك. عشان تنتهي الحلقة وينتهي الموسم الثاني، عشان نعرف ان الموسم ده كله كان عبارة عن استعداد للحرب فقط لا غير. كان في احداث ثانية ممكن نتكلم عليها على مدار الحلقة، ولكن يعني هو اجمالا الاحداث المهمة هي اللي انا ناقشتها دي. فالسؤال هنا، هل دي احداث طريق بان هي تكون حلقة اخيرة لمسلسل زي ده؟ انا مش بنتقد او مش هخصنها مع المسلسل زي ما في ناس اتهمتني في الحلقة اللي فاتت، رغم ان انا الكلام اللي انا قلته الحلقة اللي فاتت انا شايف ان هو كان واقعي تماما، وتقدروا ترجعوا للمراجعة وتشوفوا اول 3 دقايق منها بالظبط، تشوفوا الكلام اللي انا قلته فيه حاجة غلط ولا لا. فمخيلتي قبل ما اشوف الحلقة ان المسلسل هيكون جمع كل الطاقة اللي فيه ويجي يدينا حلقة تامنة من اقوى ما يكون، ولكن ده ما حصلش. الحلقة التامنة زيها زي الحلقات اللي فاتت هي مجرد استعداد للحرب، هي مجرد حلقات حوارية بتاخد منها جانب حواري قوي، ولكن على مدار الأحداث القوية اللي بتحصل مفيش حاجة بتعمل بومينج، مفيش حاجة قوية تتسند عليها. مش عارف، يعني سيبولي رأيكم في الحلقة، يعني هل انتوا شايفين الحلقة دي حلوة وطريقة بان هي تكون حلقة ختامية، ولا اصلا هي طريقة بانها تكون يعني حلقة في النص كده لو محدش واخد باله منها؟
خلاص مش هتكلم عن حلقة اكتر من كده عشان الناس اللي شايفة ان انا بنتقد بس، والناس اللي شايفة ان انا مشخصن الموضوع. يعني تعالوا بقى نتكلم عن الموسم ككل دلوقتي. طيب دلوقتي سريعا كده نتكلم عن الموسم الثاني ككل وندي بعض الانطباعات، وهل الموسم ده كان قوي يليق بالمسلسل ولا لا. للأسف الموسم الثاني من البداية والموضوع كان محبط نوعا ما، نظرا للنهاية الساخنة اللي كانت عليها في الموسم الأول والبداية الهادئة جدا للموسم الثاني، واتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل في مراجعة الحلقة الأولى. وللأسف الطابع الهادي ده استمر معانا لمعظم الحلقات. في بعض الحلقات نجحت إن هي كانت بتدينا نهاية قوية، بتدينا شعور بالرضا نوعا ما، فبتغطي على أي هدوء كان موجود، وبتبقى يعني الجمهور بالنسبة له بيبقى الحلقة عادية وحلوة وبيديها تقييم عالي. ولكن في الاغلب لو جينا بصينا للموسم ككل هتلاقي ان هو كان واخد راحته زياده عن اللزوم شويه في سرد قصته. فسرد القصه اخد راحته زياده عن اللزوم، طبعا في مشاكل كتابيه ولكن مش هنتطرق ليها، اتكلمنا عنها في مراجعات الحلقات. المشاكل الكتابيه دي هي مع يعني حاجه نسبيه من مشاهد للتاني، في ناس عجباها المشاكل اللي كانت موجوده في الكتابه وانتقدوني كمان عشان اتكلمت عنها. الجانب الايجابي بقى اللي كان موجود بسبب الطابع الهادي اللي كان موجود في اغلب حلقات المسلسل هو ان احنا بقى عندنا كمية مشاهد حوارية كبيرة جدا، وهنا بقى تيجي نقطة قوة للمسلسل ان هو نجح ان هو يقدم لنا مشاهد حوارية قوية، مشاهد حوارية مكتوبة باسلوب كويس. فاصبح ان من اهم الايجابيات اللي موجودة معانا في الموسم الثاني هو الجانب الحواري للمسلسل. اما بقى من افضل الحاجات اللي كانت موجودة بالنسبة لي في الموسم الثاني هو تطور الشخصيات، طبعا مش كلها تطورت بشكل كويس ولكن كلها حصل لها عملية تطوير. كل الشخصيات تقريبا اللي موجودة معانا خلاص قلعت ثوب الفضيلة اللي كانت لابساه، كل شخصية كان بيحاول يبين لك ان هو قد ايه هو صح وقد ايه ان هو مظلوم وقد ايه ان هو يعني نقطة البياض في مجتمع اسود، ولكن الكلام ده اتغير كله في الموسم الثاني. والموسم ده ورانا قد ايه هما ناس بيسعوا وغايتهم هو الوصول للسلطة، بداية من رينيرا اللي تم تقديمها على ان هي ملاك، ان هي شخص بيسعى لانه يعمل الصح فقط لا غير، مش عايز اكتر من ان هو يعمل الصح وياخد حقه بس. لكن في الحلقة اللي فاتت كان في مشهد حواري بينها وبين ابنها جيس، اللي هو بيقول لها خلاص لو تعبتي نفضها سير ونسيبنا من الموضوع ده كله. فكان ردها عليه ساعتها ايه، ان ازاي واتجاهل قدري اللي الالهة رسمهولي. فتيجي تكلم اي حد بيسعى للسلطة يقول لك والله انا ماليش في السلطة، ده الالهة هم اللي راسمين لي يعني اكسر كلام الالهة تروح لحد تاني يقول لك والله انا مش عايز اصلا ابقى ملك ولا حاجه، بس هو حلم ايجون، هو ايجون صحى من النوم قال لي انت لازم تحكم فلازم هكسر كلام جدي الكبير، ما ينفعش. وكل واحد تلاقيه اللي هو راكن على سبب كده اللي هو بيحارب عشان على السلطه. لكن لو جينا نبص للموضوع هنلاقي ان هم شويه ناس طمعانين في السلطه فقط لا غير. نيجي لشخصيه ديمون اللي ممكن يعني نقول ان هو اسوأ تطور للشخصيه في الموسم الثاني وانحدار غريب جدا للشخصيه، ولكن ده ما يمنعش ان في تطور حصل ليه، هو تطور في الاتجاه الغلط ولكن برضه هو تطور، او ممكن نقول بين قوسين كده ان هو نال ما يستحقه. هو شخصية انتهازية ما كانش افضل اخلاقيا من الناس ياما موجودة، وهو نال ما يستحقه. اما عن شخصية ايجون فانا الحقيقة منتظره بفارغ الصبر، اكيد بعد اللي حصل له ده هيكون متغير 180 درجة. اليسنت اللي ما عادش ليها دور، اللي نقدر نقول ان هي اتركنت على الرف، او ممكن نقول انها دفعت ثمن اخطائها او دفعت ثمن الاطماع بتاعتها وبتاعت ابوها اللي هم عملوه من البداية. ومن الموسم الاول ابوها زقها على الملك عشان تتجوزه ويبقى عندهم نسبة كبيرة في الحكم ويقدروا ان هم يكونوا العيلة الحاكمة، ودلوقتي هم الاثنين ما لهمش لازمة. ايموند طبعا اللي زاد غروره اضعاف مضاعفة عن الموسم الاول، ومفيش حاجة هتقضي عليه غير غروره ده. وكذلك كل الشخصيات اللي موجودة معانا كلها اتطورت، وممكن نقول ان معظم الشخصيات نالت ما تستحقه. كل شخص كان بيبين لك قد ايه هو شخص كويس جدا لا حياته بان. طبعا الاخراج والصورة البصرية فطبعا الميزانية اللي مصروفة بتكون حلوة، وده نتج عنه ان احنا خدنا شوية مشاهد بصرية كانت حلوة جدا للتنانين اللي موجودة معانا، وبعض المشاهد منها كانت ممكن تقدر توصل ان هي تكون ايقونية، وفي حرفيا مشاهد انقذت حلقات. يعني في حلقات كانت ممكن من غير المشاهد دي ما كانتش هتعجب الناس، ولكن بسبب مشاهد التنانين عجبت الناس. اما عن الاداء التمثيلي فهو كان حلو جدا من معظم اللي موجودين، ولكن اللي كانت واخده اكبر مساحه طبعا على الشاشه هي ايما دارسي، وهي فعلا اقوى اداء تمثيلي كان موجود في الموسم الثاني، وربما ان احنا نشوف ليها منافسه على احد الجوائز. هو الحقيقه هو شخصيه واحده بس اللي عندي مشكله معاها مع الاداء التمثيلي، هو ايموند الممثل اللي بيعمله دمه تقيل جدا الصراحة، مكرهني في الشخصية، مكرهني
ظهور بس الشخصية قدامي، يعني أنا بشوفه بتضايق، وأصلا تحس إن هو عنده وش واحد مركبه، فرحان، زعلان، متضايق، خايف، واثق من نفسه، هو نفس الحاجة مبيغيرش، وده متقيل جدا الصراحة. يعني أنا عن نفسي شخصيا أنا مش طايقه، ومبحبش إن أنا أشوفه كتير على الشاشة قدامي. موسم يمكن ما كانش أقوى حاجة، وما كانش برضه مخيب للآمال، ولكن هو خلى إن المسلسل ده ما يبقاش واحد من المسلسلات الأسطورية، ما يبقاش واحد من المسلسلات اللي الناس تقدر تراهن عليها. هو مش جيم اوف ثرونز، لا، هو مسلسل مشتق منه، وبالطبيعي جدا إن هو يكون أقل. يمكن إحنا اللي رفعنا سقف توقعاتنا شوية، وده اللي خلى إن الموضوع يكون بالنسبة لبعض الناس مخيب للآمال نوعا ما، ولكن ده هيعمل عبء على الموسم الثالث، نظرا لان انت خدت يعني راحتك في التقديم، قدمت، عملت كل اللي انت عايزه. فالموسم الثالث بقى عايزين نلاقي كله ضرب، مفيش شتيمة، مفيش كلام، كل الناس بتسعى للحرب، كل التنانين قاعدة بتنفخ نار بدون تضييع اي وقت بقى في كلام ومؤامرات وكل الشغل ده. وباذن الله انا عشنا وكان لينا عمر هنشوف الكلام ده في الموسم الثالث، انا مش عارف هو امتى الصراحة، ولكن ايا كان هتلاقوني موجود، هتلاقوا مراجعتي بتنزل اول مراجعة. وبس كده اعزائي المشاهدين، انتهت رحلتنا مع الموسم الثاني من هاوس اوف ذا دراجون، ولكن زي ما قلت لكم ان مراجعات المسلسل انتهت، ولكن مراجعات الافلام والمسلسلات هتفضل مستمرة معانا. فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.